صار بك صباح الخير، إليكم الأخبار وزارة صوت اليونان يعطيكم بها وللإليانس. التقى رئيس الوزراء الألماني ستيفنس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة المتحدة 73 معقدة في مدينة نيويورك، وتناول النقاش الثنائي العلاقات بين كلا البلدين والعلاقات في بحر إيجا والمسائل القبرصية والعلاقات الأوروبية التركية والتطورات في المنطقة. وفي الخلوة التي جمعت ستيفنس وأردوغان ركز رئيس الوزراء الألماني على ملف اللجوء وضرورة التقيد الحركي بالاتفاق المبرم بين الاتحاد الاوروبي وتركيا. ومن ثم شاركت ستيفنس يوم امس في ادوات العشاء التي اقامها الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريس على شرف زعماء الدول المشاركه في اعمال الجمعيات العامه. على توقعات الاصل الاهوال الجويه نهوض رياح عاتيه وانخفاض مفاجئ في درجات الحراره سيما في شمال اليونان، على يصل بشكل تدريجي لجنوب البلاد. وسوء الاحوال الجويه ادى الى خلق مشاكل في النقل البحري، فيما جهاز الاطفاء تلقى 30 اتصال هاتفي من المواطنين تحدثوا عن سقوط اشجار في اتيكي. انتهت في قبرص مغامرة صبيان عمرهما 11 عاما استغرقت 7 ساعات، هذا ما أعلنت